السلام عليكم، يسعد مساكم جميعا. يسعد مساك دكتور. واضح الشاشة عندكم يا محمد. واضحة. اوكي، اليوم ان شاء الله راح نحكي عن اخر دراستين عندنا في المختبر، او دراستين مروريات فعليا. احنا انهينا اللينك انترسكشن بيدستريان باركينج. اليوم بضل عندنا دراسة الديلي ستادي والانفنتوري ستادي فعليا. اوكي، فهيك بنكون ان شاء الله بننهي كل الماده النظريه للمختبر هذا الاسبوع اللي جاي، واللي بعده راح يكون عملي، يعني هو عباره عن تطبيق عملي على الدراسات اللي اخذناها. في شيء انجزناه مثل اللينك والانترسكشن عملتوهم عملي، بضل عندنا باقي الدراسات اللي ما استكملناهاش اللي هي الباركينج والبيدستريان، الديلي اللي راح نحكي عنها اليوم، والانفنتوري ان شاء الله. فبدهم اسبوعين، خلال الاسبوعين القادمات بننهيهم ونكون هيك انهينا المحتوى كامل يعني المطلوب. نبلش في دراسة الديلي. طبعاً الديلي هو التأخير، المقصود فيه التأخير لما بنحكي عن المرور أو عن حركة المركبات في الشبكة المرورية أو في شبكة الطرق. التأخير بصير المقصود فيه هو الوقت أو الفرق في الوقت ما بين الوقت المثالي للرحلة والوقت الحقيقي للرحلة. بما معناه يعني نطلع هون على السلايد في مثال مذكور، بس نحكي إحنا بشكل عام. بما معناه أنا بدي أروح من نقطة A لنقطة B، يفترض ان المسافه ما بينهم معروفه، مثلا لو بنحكي من نابلس الى جنين على سبيل المثال 40 كيلومتر مسار الرحله تبعتي. الاصل انه انا امشي في سبيد ليميت محدده اللي هي سبيد ليميت للشارع 50 ولا 60 كيلومتر بير اور، مثلا تاخذ معك الرحله وقت محدد. هذا الحكي اوكي في الظروف المثاليه. يعني ايش الظروف المثاليه؟ انه انا ما عنديش اي مسببات للتاخير، سواء مركبات اخرى اللي هم بنسميهم اذر ترافيك او مشاه او اشارات ضوئيه او تقاطعات او اي شيء باخر لك الرحله تبعتك عن الوقت المثالي لها. لنفرض انها يعني السبيد ليميت 60 والمسافه 40، فانت بدك وقت، اوكي بدك وقت محدد لتنجز هاي الرحله، 35 دقيقه ولا 40 دقيقه على سبيل المثال. بغض النظر فعليا بتلاقي انه الرحله الحقيقيه استهلكت معك مثلا 60 دقيقه ولا 70 دقيقه. الفرق في التوقيت، الفرق في التوقيت ما بين الرحلة لو كانت الظروف مثالية أو الوقت مثالي والوقت الحقيقي هو الديلي، نسميه التأخير المروري. هل هذا التأخير بيجي من عدة أسباب زي ما حكينا؟ بيجي أول شيء من حركة المرور الثانية، أحيانا بيكون الشوارع مزدحمة أو في عندي عدد مركبات من كبير عمال بستخدم الشبكة، بيأثر عليك سلبا إما بتأخير وقت الرحلة عندك أو تقليل سرعتك، أو أحيانا فإنه توصل على تقاطع محدد مثلا على ازدحام مرور كبير بسبب عدد المركبات وبسبب انه هو اصلا تقاطع. فانت صار عندك على سبيل المثال 20 دقيقه تاخير اجين من عده اسباب، منهم مثل الترافيك الثاني البيدستريان جست مور في منطقه فيها مشاه، مثلا منطقه تجاريه على سبيل المثال، شارع تجاري كيلو ولا 2 كيلو طول هذا الشارع، بتلاحظ انه هذول المشاه عمالهم بيعملوا لي بطء في الحركه وباخروك كروسنج والى اخره. تمام، عندك شغلات مثل الاشارات الضوئيه، لو انت رحت في الليل ولا في النهار في ازدحام مروري ولا ما فيش ازدحام مروري، في مشاة او ما فيش مشاة، وصلت على اشاره ضوئيه انت لقيتها ريد ضاويتها لك احمر مسكره، فانت بهاي الحاله صار عندك تاخير بسبب الاشاره الضوئيه، مضطر انك توقف وتستنى الاشاره الضوئيه لتسمح لك في المرور. تمام، بالاضافه لعده اسباب من التاخير بتيجي مثلا احيانا في عندك منطقه محطوط فيها والله مطبات على سبيل المثال، المطبات هاي بتخليك أو تضطر تخفض سرعتك بجزء من 50 ولا 60 كيلومتر بالساعه الى 10 او 15 كيلومتر بالساعه وترد تتسارع من جديد، والمطب اللي وراه بنفس الاليه بيتعامل معك او بخليك تخفض سرعتك، فبالتالي انت صار عندك برضه تاخير بسبب مثلا وجود المطبات. فالتاخير هذا بيجي من عده انواع او من عده مسببات، فهم قسموه انواع التاخير الى عده انواع. يعني اجوا حكوا لك انه في عندنا delay types، انواع التاخير في الرحلات المروريه. اول شيء اللي هو النوع الاول اللي بنسميه fixed delay، تاخير الثابت بالعربي، او هو التاخير الثابت بالضبط fixed delay. طبعا هذا التاخير بيكون ثابت في كل الاوقات، بما معناه الاشاره الضوئيه اللي موجوده على تقاطع، مثلا الاشاره الضوئيه اللي موجوده على تقاطع او على لينك هي بتسبب لك تاخير دائما او بتسبب تاخير للشبكه بشكل عام دائما. اي حدا بده يمر من هالشارع راح يتاثر بهاي الاشاره الضوئيه لانها شغاله ليل ونهار، بغض النظر في سيارات ولا ما فيش سيارات، هاي الاشاره الضوئيه بتسبب لي تاخير، وجود اشاره ضوئيه
بسبب تأخير. ممكن أنت تحكي طب أنا وصلت عليها لقيتها فاتحة الإشارة، ولكن هي بشكل عام للشبكة بتسبب تأخير، بتزيد وقت الرحلة بالعادة، ممكن ما تأثر عليك بشكل مباشر، بتأثر على المركبات اللي قدامك والمركبات اللي قدامك بتأثر عليك. واضحة الفكرة؟ الفيكس ديلي تأخير ثابت أو نوعه ثابت. هلا في عندنا النوع الثاني اللي هو الأوبريشنال ديلي، تأخير تشغيلي أو التأخير اللي بيجي من الأذر ترافيك فعليا احنا بنحكي، يعني المركبات الأخرى اللي في الشارع أو في الشبكة اللي أنت ماشي فيها، المشاة اللي في الشبكة أو في الشارع اللي أنت بتتحرك فيه أكيد بيأثروا عليك وبسببوا لك تأخير. مثلا أنت ماشي بشارع قدامك مركبة، هاي المركبة عمالها بتدور على باركينج مثلا، بيعمل باركينج بدور على سبيس في الشارع، فهو تلقائيا راح يخفض سرعته ويصير يدور على باركينج، بيأثر فيك بخفف لك أو بقلل لك وقت الرحلة. أحيانا كثير مثلا بيكون أنت مسموح لك سبيد ليميت عندك على سبيل المثال 50 كيلومتر بير أور تمشي، اللي قدامك ماشي 35 كيلومتر بير أور، مش ماشي على سبيد ليميت، أقل منها بشوي، فأنت بتضطر أنك تمشي على سرعته لأنه ممنوع الباسنج على سبيل المثال، فبرضه بسبب لك تأخير. الببليك ترانسبورت مثلا بتكون ماشي ورا سيارة عمومي ولا باص نقل عام 50 راكب ولا 17 راكب، فهو بيعطي غماز تنزل راكب أو راكبين أو ثلاث ركاب أو حمل راكب أو راكبين أو ثلاث ركاب، فبالتالي هو بسبب لك تأخير إما من خلال تخفيض سرعتك أو من خلال أنه تسبب لك توقوف تام. واضحة الفكرة؟ الأوبريشنال ديلي بيجي من الأذر ترافيك بين قوسين، من الأذر ترافيك، الأذر ترافيك سواء فيكلز أو بيدستريان. هلأ النوع الثالث اللي هو الستوب تايم ديلي، تأخير الوقوف التام أو الستوب تايم ديلي، يعني بتكون المركبة فيه بحالة وقوف تام. الستوب تايم ديلي هو التأخير اللي بتكون المركبة فيه في حالة وقوف تام، مثل برضو الإشارة الضوئية، إذا أنت وصلت على إشارة ضوئية ولقيتها مسكرة ضوئية أحمر فهي بتسبب لك وقوف تام، نسميه تأخير الوقوف التام، هو التأخير اللي بتكون فيه المركبة في حالة وقوف تام. أو الستوب ساين مثلا تيجي على تقاطع مع له إشارة ضوئية على ستوب ساين، أنت مضطر حسب القانون لازم توقف وقوف تام، بجوز توقف ثلاث أو أربع أو خمس ثواني ترد تنطلق وتطلع من هاي الإشارة، بتلاقي أنه فعلياً أنت أضعت من 20 إلى 30 ثانية، هذا إذا كان تقاطع فاضي، برضو سببت لك تأخير. أوكي، هلأ إحنا اليوم دراستنا بس نعمل حساب للتأخير على تقاطع مع إشارة ضوئية، يعني هذا عنوان دراستنا الرئيسي delay study، ولكن بشكل خاص بدنا نحكي عن stop time delay. stop time delay at signalized intersections، يعني عندنا تقاطع على إشارة ضوئية، كم قيمة التأخير اللي بتكون فيه المركبة في حالة وقوف تام على هذا التقاطع بسبب وجود إشارة ضوئية. واضحة الفكرة؟ عندنا تقاطع على إشارة ضوئية، كم قيمة التأخير اللي هو من النوع stop time delay على signalized intersection؟ يعني ممكن أنت التقاطع تكون الإشارة الضوئية فاتحة ببساطة، والتقاطع مزدحم مروريا على عدد كبير من المركبات، أكيد في تأخير، أكيد في تأخير، ولكن إحنا هدفنا نحسب نوع واحد من التأخير اللي هو التأخير اللي تكون في المركبة متوقفة تماما بسبب وجود إشارة ضوئية، واضحة؟ مش بسبب الأذر ترافيك أو الأوبريشنال ديلي. هلأ هون يعني ملاحظات على دراسة التأخير جنرالي، إنه دراسة التأخير ممكن تعملها أنت على لينكس على الشارع اتجاه واحد أو اتجاهين أو على intersection. Usually delay at the intersection is larger than delay at the link. أكيد دائما التأخير على التقاطعات أكبر من التأخير على اللينكس. مفهومة هاي ليش؟ لأنه في عنا conflict بين الابروتشز والحركات على التقاطع، كلها بتسبب لك تأخير إضافي وقيمته أكبر من اللينك. تمام؟ هلا بجوز يخطر في بالك أي ساعة أو أي وقت في اليوم أنا لازم أعمل دراسة التأخير، هل أعملها الصبح ولا أعملها المساء، فترة الظهر مثلا ولا بالليل، الشارع مزدحم ولا الشارع مش مزدحم. عادة إذا أنا بدي أعمل دراسة التأخير يفضل، طبعا هي بترجع لهدف الدراسي، يعني إذا أنت بدك تحسب الديلي مثلا مساء فأنت مضطر تعمل الدراسة مساء، بدك تحسب الديلي في وقت مثلا ترويح المدارس ساعة واحدة ولا واحدة ونص مضطر أنك تعمل دراستك في هذاك الوقت، ولكن بشكل عام يفضل أن تجرى دراسة التأخير في البيك أور. في البيك أور ليش؟ لأنه في البيك أور عندك أنت أكبر حجم مروري عمالة بتحرك في الشبكة أو على التقاطع اللي أنت بدك تشتغل عليه، فبكون عندك أكبر تأخير. يعني دائما الديلي مرتبط في الكونجستشن، والكونجستشن هو بحصل أكثر شيء في البيك أور، فتعمل دراسة التأخير في ساعة الذروة وبتشوف أكبر قيمة ممكن، هي غالبا رح تلاقيها أكبر قيمة ممكن للتأخير على هذا التقاطع بسبب الإشارة الضوئية، فعادة تجرى خلال ساعة البيك أور.
طبعا ايش بلزمك ستوب واتش، بدك الستوب واتش او التايمر، وبالاضافه لذلك داتا شيت. هلا بس نشرح مبدا الدراسه، كيف مبدا دراسه التاخير. انسوا الجدول شوي اللي معروض على الشاشه وركزوا بالحديث يعني، تمام. هلا فكره الدراسه انه انا لو نزلت على تقاطع على اشاره ضوئيه وراقبت اللي بيصير في التقاطع، برايكم هل التاخير لكل ابروتش على التقاطع متساوي في القيمه؟ يعني اذا انت جاي مثلا من شارع الاكاديميه من هون من الجامعه وصلت تقاطع تونس على اشاره ضوئيه، بدك تكمل باتجاه رفيديا او بدك تنزل على شارع تونس او بدك تروح على اليمين رايت اللي هي طلعت علاء الدين، هل التاخير عندك انت نفسه ثابت بالثلاث حركات؟ السؤال الثاني، هل اللي جاي من رفيديا بالاتجاه المقابل لك اللي جاي من شارع رفيديا الرئيسي وجاي باتجاه الاكاديميه، هل قيمه التاخير عنده ثابته مثلك مثله؟ شو رايكم؟ لا مش راح تكون ثابتة. مش راح تكون ثابتة، ليش؟ هذا بحب يشاركنا. يا شباب صبايا. تمام. النقطة الأولى إنه التأخير قيمته مختلفة ما بين turning movement والثانية، يعني اللي بده يروح رايت تختلف قيمة التأخير عنده عن اللي بده يروح ثرو، عن اللي بده ليفت في نفس الابروتش، وتختلف ايضا عن الابروتشات الثانيه. يعني كل ابروتش يختلف عن الاخر من قيمه التاخير، وكل حركه تختلف عن الاخرى من قيمه التاخير لعده اسباب. اول شغله احيانا تختلف السيجنال تايمينج، يعني الاشاره الضوئيه نفسها بتكون مبرمجه باوقات مختلفه، بما معناه انت مثلا انت مروح من الجامعه هون بدك تكمل باتجاه رفيديا شارع رفيديا الرئيسي او تنزل ثرو، خلينا نحكي تلاحظوا انه الاشاره الضوئيه تفتح مثلا في وقت يختلف عن الاشاره الضوئيه اللي بتفتح لشارع تونس للي بده ينزل على شارع تونس. هذا الحكي بتعرفوه اكيد الا ما بتشوفوا الاشاره الضوئيه، اللي بده ينزل على شارع تونس بتتاخر اشارته الضوئيه شوي لتفتح عن اللي بده يروح ثرو على شارع رفيديا. فبالتالي هاي في عندي اختلاف في التايمينج للسيجنال اللي موجوده او في برمجه او توقيت الاشاره الضوئيه. الشغله الثانيه اختلاف الحجم المروري، الحجم المروري اللي بدهم يروحوا ثرو عددهم يختلف عن اللي بدهم يروحوا ليفت، فبالتالي هذا الحكي بسبب اختلاف في قيمه التاخير لكل حركه. احيانا كثير بتلاحظ انه الرايت تيرن موفمنت اللي طالع مثلا من شارع تونس اللي جاي من شارع تونس بده يجي باتجاه الجامعه هون على الاكاديميه على اليمين مفتوحه الاشاره عنده، محطوط له ييلد انه تمهل، يعني مش تضلك ماشي براحتك او بالسبيد اللي انت ماشي فيها، لا بدك تعمل تخفيف للسرعه تتطلع وتراقب انه انا بامكاني امشي واكمل مشي. طب تمهل تختلف عن الاشاره الضوئيه الحمراء، الاشاره الضوئيه الحمراء ملزمه لك انك توقف، في حين انه تمهل انت بتعمل تخفيض للسرعه وعندك مسرب خاص على اليمين بضلك مكمل، فقيمه التاخير بجوز على اليمين تكون 5 أو 6 ثواني، في حين انه اللي بيوقف على الاشاره الضوئيه توصل 20 او 30 ثانيه. بس ثواني بعد اذنكم. معكم يا شباب يا صبايا، معاي؟ فالفكرة الدراسة انه انت تخيل حالك تنزل على تقاطع تراقب الحركات كيف تشوف انه فعليا في اختلاف في قيمة التأخير بين كل حركة والثانية، تقرر انك تحسب الديلي لحركة معينة في ابروتش معين. مثلا بتحكي والله بدي احسب الديلي للجاي من الأكاديمية من جامعة النجاح وصل لشارع تونس او تقاطع شارع تونس بده يروح ليفت باتجاه شارع تونس، عنده اشارة ضوئية بتسبب له تأخير ستوب تايم، اكيد ستوب تايم لانهم بوقفوا وقوف تام عليها، اشاره ضوئيه حمراء، مش انه تمهل او والله اعبر بامان يعني وتمهل، اوكي؟ ف بدك تحسب الدليل للمركبات اللي بتيجي من عند مثلا الاكاديميه وبدها تنزل على شارع تونس، فتخيل حالك، تخيل حالك انسى الطريقه اللي رح نشتغلها والجدول المعروض حاليا، تخيل حالك لو احنا ركبنا سياره سياره، مثلا نزلنا فريق، هي احنا 14 واحد ل 15 واحد، راقبنا كل سيارة تيجي من عند الأكاديمية بتتروح على شارع تونس، كل واحد فينا يراقب سيارة محددة. مجرد ما وصلت السيارة أو المركبة على الإشارة الضوئية وقفت على الإشارة الضوئية الحمراء، نشغل لها تايمر ونسجل، نضل نشغلين التايمر لحد ما تفتح الإشارة الضوئية وهي المركبة تتحرك. فبتيجي بتحكي المركبة الأولى والله تأخرت 30 ثانية، المركبة الثانية 15 ثانية، المركبة الثالثة 7 ثواني، 12 ثانية، 40 ثانية، 43 ثانية، بجوز توصل مثلا 55 ثانية أحد المركبات تأخرت، وتضلك تسجل هيك إنه كل مركبة مختلفة كم ثانية تأخرت، تاخذ لك عينة على سبيل المثال 200 أو 300 مركبة وتحسب الأفريج ديلي
لا لهم، معدل التأخير بالثواني لا لهم. هي فكرة أو هدف دراستنا إنه نحسب. دكتور كيف نحسب الوقت الايديال عشان تمرق المركبة؟ نحسب الوقت الايديال إنه نعرف الوقت اللي بدنا نقارن فيه عشان نعرف الديلي. هلا مش انت مش فاهمني، احنا هدف دراستنا نحسب الديلي. هلا السيارة بمجرد ما وقفت على الإشارة الضوئية الحمراء، هل في عندها ديلي ولا فيش عندها ديلي بسبب الإشارة الضوئية؟ في عندها ديلي. خلص انت بتسجل الديلي عمالك، لما السيارة وقفت يعني خاطئ لكت الإشارة الضوئية مسكرة أو ضوئي أحمر وعمل بريك السائق ووقف وقوف تام، هل هو في حالة ديلي ولا مش في حالة ديلي بهي الحالة؟ بحالة ديلي. تمام، لما أنا براكبه بشغل له تايمر كم ثانية فعليا وقف وقوف تام على الإشارة الضوئية الحمراء، شو هي القيمة اللي احنا أخذناها؟ ديلي. ديلي 100%، أنت عمالك تحسب له في الديلي جاهز. هلا هي هيك الثيوري تبعتها بس احنا مش هيك رح ننفذها، يعني مش هيك طريقه التنفيذ، بس انا بدي افهمكم مبداها انه انا اراقب مثلا 300 سياره مختلفات ولا 400 سياره مختلفات، كل سياره بشكل منفصل اسجل كم ثانيه تاخرت على الاشاره الضوئيه بسبب وجود الاشاره الضوئيه على التقاطع. نحسب بنلاقي الافرج مثلا 32 ثانيه، بتيجي بتحكي والله معدل تاخير المركبات المتوقفه، اكيد المتوقفه 32 ثانيه. هلا سؤالي، هل في مركبات تيجي توصل لإشارة ضوئية صدفة أو بسبب خفة الازدحام المروري أحيانا بتلاقي الإشارة الضوئية فاتحة وبضل مكمل، يعني بما معناه التأخير عنده صفر على الإشارة الضوئية، بتصير ولا بتصيرش هاي الحالة؟ بتصير. بتصير 100%، كثير بتلاحظ إنك أنت بتوصل على الإشارة الضوئية قبل ما توصلها بشوي فتحت الإشارة، اللي قدامك تحركوا أو طلعوا أو مشوا وأنت بتضلك طالع، يعني بما معناه أنت التأخير عندك أو الستوب تايم ديلي لهي المركبة صفر. فلو دخلت هاي المركبات اللي التأخير لها صفر في المعدل، شو بصير في معدل التأخير؟ بنزل ولا بزيد؟ ايش هو دكتور؟ مش عندنا في مركبات ما بتوقف على الإشارة الضوئية لأنه لقيها فعليا فاتحة الإشارة الضوئية. قيمة التأخير عندهم صفر، مزبوط؟ مزبوط. هل أدخلهم بحساب الأفرج ولا ما أدخلهم مش هذول السيارات؟ أدخلهم بحساب الأفرج بصراحة أو لا، بجوز خفض الأفرج. احنا بالعاده بنحسب الرقمين، بنحسب هاي بوصل كم، بنحسب معدل التاخير بنسميه للمركبات المتوقفه ومعدل التاخير للمركبات كامله. المركبات كامله تشمل المركبات المتوقفه والمركبات اللي كان عندها التاخير صفر بسبب انهم ما وقفوا على اشاره ضوئيه لانه لهم لقيوها فاتحه. فبنيجي بنحكي والله معدل التاخير للمركبات المتوقفه مثلا 32 ثانيه، معدل التاخير للمركبات كامله او بشكل كامل 25 ثانية. ليش؟ لأنه نزل الرقم، لأنه ال 25 ثانية هي دخل في حسابها عدد المركبات اللي ما وقفت على إشارة ضوئية. يعني بتلاقي عندك أنه عدد المركبات اللي وقفت 300 مركبة، معدل التأخير عندهم 32 ثانية، مع ال 300 مركبة أو في الوقت اللي أنا اشتغلت فيه لل 300 مركبة أجوا كمان 100 مركبة إضافية، 100 مركبة إضافية ما وقفوا على إشارة ضوئية صدفة أنه يلاقيها فاتحة ويظل مكمل، فصف عندي كالتالي. يعني لو فتحنا هيك ملف ويرد نكتب عليه يعني لو ما حكينا الافريج ليه نسمي كل ستوب سيكل كل مركبه وقفت مثلا 30 ثانيه زي ما حكينا نمبر اوف فيكلز ستوب اللي وقفت مثلا 300 مركبة. أوكي أنا رقبت 300 مركبة، معدل التأخير كان لهم 32 ثانية. في فترة الدراسة هاي اللي أنا نفذتها كان عندي not stopped بنسميهم not stopped vehicles، كان عندي مثلا 100 مركبة، في 100 مركبة ما تعرضوا للإشارة الضوئية اللي باللون الأحمر ولا وقفوا. بنقدر نحسب إنه الأفريج بلاي نسمي بير او لكل ابروتش فيكل يساوي 32 ضرب اوكي 300 اللي وقفوا، هذا التوتال ديلي بنسميه، نقسمه على ايش؟ نقسمه على 300 زائد 100. فهمتوا كيف حسبناها؟ بيطلع كم الرقم عندنا؟
32 ضرب 300 يساوي 9600. هذا يحكي لي شيء 9600 هاي اس 9600. احنا 300 مركبه وقفوا على الاشاره الضوئيه الحمراء، معدل التاخير لكل مركب معدل التاخير 32 ثانيه كان. لما ضربتهم في بعض طلع رقم 9600، شو 9600 شو وحدتها؟ توتال ديلي 100% علي، توتال ديلي مجموع التاخير، انت 300 مركبه كلياتهم اخرتهم كلهم مجموع تاخيرهم 9600 ثانيه، هي هي. اقسموا على عدد المركبات الاجمالي بيطلع عندك تقسيم 400 بيطلع 24 تساوي 24 سكند. انت بالمعدل اخرت المركبات كلها 24 ثانيه، اخرت المركبات اللي وقفت 32 ثانيه. هاي فكره الدراسه، مش طريقه التنفيذ ولا هيك بتنفذ. هلا هذا الحكي اذا بدك تشتغل بهي الطريقه انك تراقب مركب بمركبه بدك وقت كثير، بجوز بدك ساعتين ولا ثلاث وانت تراقب. هذا اذا كنا مجموعه خمس او ست اشخاص كل واحد يستلم مركبه، انا هاي اشتغلتها وانت هاي اشتغلتها، ولا مركبه نفسها ولا مش نفسها، فعملوا طريقه افضل للحصول على نفس النتائج هاي، نفس الارقام هاي بامكانك تحصل عليها من خلال طريقه عد او طريقه تنفيذ ابسط في ربع ساعه، لمده ربع ساعه تخيلوا. عملوا دراسه بديله اللي هي اللي راح نحكي عنها احنا للحصول على هاي الارقام في مده ربع ساعه. فايش حكوا؟ حكوا بننفذ عد مروري في ربع ساعة تمام بالشكل التالي على اساس نحصل على قيمة الديلي. هلا هون عندنا مبلشين على الساعة 7 مثلا في النموذج، قسموا الربع ساعة ل 15 دقيقة منفصلات، 7 7 و1 7 و2 7 و3 يعني 7 صباحا، دقيقة 7.00 7.01 7.02 لعند 7.014 مش 15 لانه هاي محسوبه، ديروا بالكم ربع ساعه يعني بزياده بنقصان مش خلاف، لو عملت 20 دقيقه مش مشكله، لانه وحده العد عندك هون كل دقيقه. هلا اجوا على الدقيقه نفسها، الدقيقه الاولى نفسها كل دقيقه في الدراسه قسموها لايش؟ لاربع ارباع، يعني لوحدات 15 ثانيه. هي اذا ملاحظين هون صفر بلس سكند، ثانيه صفر زائد، صفر زائد معناها اذا بدنا نوضحها بنقدر نحكي عنها من صفر الى 14.9 منيح؟ الجزء الاول من الدقيقه. الجزء الثاني من 15 الى 29.99 مثلا منيح؟ 30 زائد الجزء الثالث اللي هو 30 الى 44.99 هي معنى الرموز اللي محطوطه. والجزء الرابع اللي هو من 45 الى 59.99 في الدقيقة الأولى، قسمها لأربع أرباع. حكوا بلزم ثلاث أشخاص لتنفيذ الدراسة، هم فعليا شخصين ولكن الشخص الثالث هو راح يكون على اعتبار تايمر لهم يعني. الشخص الأول انسوا هاي الأعمدة والخطوط اللي مرسومة هلا بنحكي عنهن، ركزوا بالجدول. الشخص الأول بيعبي هذول الأربع أعمدة. شو بيشتغل هذا الشخص الأول؟ بيراقب الإشارة الضوئية، ويفضل انك تبلش وهي الاشاره الضوئيه بلون احمر مسكره. يعني افرض انه بلشنا هسه على الساعه 7 دقيقه 00 الاشاره الضوئيه مسكره براقب. معي شخص ثاني هو عباره عن تايمر، شو مهمته؟ كل 15 ثانيه يحكي لي انه خلصت ال 15، خلصت ال 15 يعني، او يحكي لك 0 15 30 45 ينبهك انه 15 ثانيه مضت. هلا الاحتماليه لل 15 ثانية الأولى، شو ممكن تكون الإشارة الضوئية؟ شو حالات الإشارة الضوئية تكون؟ إما أحمر أو أخضر، يعني أي ثانية من الوقت، أي ثانية، أي دقيقة بتخطر في بالك، شو راح تكون فيها الإشارة الضوئية؟ إما أحمر أو أخضر. فعلى سبيل المثال، على سبيل المثال لو كانت الإشارة الضوئية زي هيك، طلع كيف هون موزعة؟ إن اللون الأحمر إنها مسكرة واللون الأخضر إنها فاتحة. خليهن تحت على أساس نعبي فوق. لو كانت الإشارة الضوئية مسكرة من الثانية صفر للثانية 20 ولا ل 21 مش خلاف تمام. الربع الأول، الربع الأول اللي هو من صفر ل 15 كانت الإشارة الضوئية فيه توتال ريد مسكرة بشكل كامل. بتعد الهدف المطلوب منك الشخص اللي بسجل هون إنك تعلق
تسجل او تعد المركبات اللي واقفه على الثانيه 15، يعني هي الاشاره الضوئيه مسكره عمالها تحجز في السيارات، كم سياره واقف عليها؟ ثلاث مركبات، ثلاث مركبات، منيح. كملت الاشاره الضوئيه، كملت لون احمر، فتحت هون، منيح. الربع هذا شو بدي اسجل فيه؟ بسجل فيه عدد المركبات اللي كانت واقفه هون، شايفين وين بحرك انا بالعمود هذا؟ يعني على الثانية 18 مثلا فتحت، كانت حاجزة خمس مركبات، هلا بدك تحكي لي طب هي كانت حاجزة هون ثلاث، مزبوط، كانت حاجزة ثلاث، هذه كمان مركبتين كم واحدة صاروا؟ خمسة. أنا إذا ملاحظين عمالي بسجل تكرارات للتأخير، مش مركبات، بسجل تكرارات تأخير، يعني بما معناه بحكي الجزء الأول من الدقيقة الأولى انحجز عندي ثلاث مركبات، في عندي ثلاث تأخيرات، الجزء الثاني انحجز عندي خمس مركبات أو خمس تكرارات للتأخير بما معناه. هلا كملت الإشارة هون جرين، فتحت الإشارة، بوقف لأنه الإشارة مالها اشتغلت، السيارة تحركت، فيش حدا واقف، فيش حدا ستوب، ركزوا في المصطلح، فيش حدا ستوب، ظلت مكملة. هذا الرقم سجلته أنا، مكملة مكملة مكملة. الربع الثالث سكرت هون، أوكي سكرت هون، والربع ماله لساته مش منتهي، يعني بنحكي عن الثانية 37 ولا الثانية 38 من الدقيقة. ببلش أراقب هلا، بمجرد ما الإشارة الضوئية هون سكرت عمالها تحجز مركبات، بظلني أراقب أراقب عند الثانية 45، بعد السيارات بكتشف إنها حجزت سبع مركبات، تمام، حجزت سبع مركبات، أجوا من هون لهون، تمام. كملت الإشارة حمراء، لو كملت هيك تمام، والسيارات زدن صرن تسعة، يعني كانوا سبعة محجوزين، سبع سيارات انحجزوا، أجاك فوج سبع سيارات مش طبيعي من هون لهون انحجزوا في الربع الثالث، بسجل في عندي سبع سيارات انحجزن في هذا الربع. الربع الرابع كلياته أحمر، في نهاية الربع اللي هي على الثانية 59 بما معناه على الثانية 59 كان عدد المركبات الإجمالي المحجوز عندي أو اللي واقف عندي أو التكرارات اللي عندي تسعة، تمام. أنزل على الدقيقة الثانية، بروح على الدقيقة الثانية هون بنفس الآلية. هلا على الدقيقة الثانية رح تختلف الإشارة، الإشارة مش رح تستغل في هذا النمط في كل دقيقة، الإشارة تتغير، يعني بجوز تسكر لها كمان شوي مثلا هون هيك ريد، بعديها تصير جرين تروح تفتح زي هيك مثلا، وترد تسكر، شيء طبيعي تفتح وتسكر، ما هي الإشارة تفتح وتسكر مثلا هيك وردت فتحة، احتمال عادي جدا يصير الكيس عندك. هلا في الدقيقة الثانية، في الدقيقة الثانية ركزوا معي، بسجل العدد اللي كان محجوز هون، شايفين وين الخط في الدقيقة هاي، بسجل العدد اللي كان محجوز معنا خط الخط الأسود اللي هم طبعا بالحالة هاي إما تسع مركبات هذول نفسهم والله محجوزين، واحتمال قوي إنهم يكونوا ايش زاد عددهم، يعني أجا كمان مثلا مركبة صاروا 10، تمام. فتحت الإشارة الضوئية، فتحت فتحت فتحت، ركزوا لي على الربع الثاني توتال جرين، هذا الربع الحين اللي بتحرك فيه توتال جرين، فاتحة بشكل كامل، شو بسجل هون؟ صفر صفر 100% لأنها مش مأخرة حدا. هلا بجوز تكون طوابير عندك، الطوابير مش الإشارة اللي مسببتهم ببساطة، مش ستوب تايم، يعني طابور مركبات بيمشي ببطء عماله، ولكن هم أول شغلة مش ستوب، مش واقفين وقوف تام. الشغلة الثانية انه السبب الازدحام اكثر، بس مش الاشارة الضوئية، الاشارة الضوئية ما دامها فاتحة جرين او توتال جرين الربع فهي ما اخرتش حد نعتبرها. هلا الربع الثالث ضل جرين شوي سكرت، براقب هون ببلش اراقب الربع الثاني، بسجل العدد اللي كان واقف هون على نهاية الربع، كم مركبة؟ حجزت أربعة والله، منيح بسجل أربعة. الربع الثالث عمالها مسكرة الإشارة، ضلت مسكرة، في عندي أربعة كان هون فتحت الإشارة، قبل ما تفتح أجا كمان سيارتين صاروا ستة، كانوا واقفين تماما بسجل ستة، وهكذا. واضحة الفكرة كيف بدنا ننفذها؟ هلا هون في تكرار، شو يعني في تكرار؟ مثل ما أنتم ملاحظين الأربع مركبات هذول سجلتهم هون وردت سجلتهم هون، لأني بسجل تكرارات تأخير وليست مركبات مختلفة. هلا لو جينا حكينا مجموع هذول الأربع، يعني نروح على الجدول المليان، هذول شايفينهن؟ هي دراسة حقيقية، مجموعهن شو بيساوي هذا؟ شو الرقم هذا اللي هو 133؟ شو معنى 133؟
اوكي انا بزعلكم، عندنا 133 تاخير حصلن في الربع ساعه هاي، 133 تاخير، يعني 133 تكرار للتاخير. قيمه كل تكرار منهم قديش؟ ايش الوحده اللي بنعد فيها احنا هون؟ 15 ثانيه. تمام، حصل عندي 133 عملية تأخير، قيمة كل عملية منهم 15 ثانية. هلا بجوز تحكي لحالك مش 15، أقل بشوي، ماكسيموم 15، مضبوط 100%. يعني العدد اللي سجلناه هون احنا قبل شوي في الدقيقة هاي لما سكرت الإشارة الضوئية من هون لهون، الفترة الحقيقية اللي سكرتها الإشارة الضوئية هيها مش 15 ثانية، 11 ثانية ولا 12 ثانية أقل. احنا سجلنا انه في أربع مركبات هنا، هذول الأربع مركبات أنا وأنتم عارفين لما ركبنا الإشارة الضوئية إنه تأخرن من هون لهون في الربع هذا، وليست من هون إلى هون، مش 15 ثانية كاملة، أقل من 15 ثانية. فليش سجلناهن أربعة؟ بهم بيحكوا لك أو فرضية الدراسة إنه عد بوحدة 15 ثانية، فأنت بدل ما تعتبرهن 10 ثانية اعتبرهن 15 ثانية. واضحة الفكرة؟ العشر مركبات هذول ركزوا قيمة التأخير إلهن في الربع الثاني أو في الدقيقة الثانية، قيمة التأخير الحقيقية إلهن هيها. هاي هي قيمة التأخير الحقيقية من هون إلى هون، يعني بجوز خمس ثواني سجلناهن هون واعتبرناهن متأخرن الربع كامل، بمعنى من الثانية صفر إلى الثانية 15. هاي فرضية الدراسة إنه هي عملية تسجيل لتكرارات التأخير بوحدة 15 ثانية، لأنك أقل من 15 ثانية خلص صعب صراحة بشكل يدوي، والإنسان 15 ثانية مش سهلة على فكرة، إنك تسجل كل 15 ثانية مش سهلة. متخيلين الاشي انتو كل 15 ثانيه اعد المركبات واسجلهن، دوبك دوبك تقدر تعملها يدوي. فانه تيجي تحكي لي بدي اقلل فتره الدراسه او فتره العد ل 10 ثواني ولا 5 ثواني شبه مستحيل يدويا. تمام، فاقل فتره ممكنه اللي هي اعتبروها 15 ثانيه، وبقول لك خلص عمم انه ال 10 مركبات اعتبرهن تاخرن 15 ثانيه. فشو راحوا عملوا؟ حسبوا ايش اسمه التوتال ديلي، التوتال ديلي اللي هو بعادل 9600 اللي حكينا عنها قبل شوي، اللي هي 32300. حكوا في عندنا 133 تأخير، قيمة كل تأخير 15 ثانية يساوي 1995 فيكل دوت سكند، الوحدة فيكل دوت سكند لأن ضربت عدد مركبات في 15 ثانية. هلا الوحدة المعنوية لإلها معناها الحقيقي إنه أنت في الربع ساعة هاي هون، في الربع ساعة هاي الإشارة الضوئية أخرت الناس كلهم أو أخرت المركبات كلهم هذول ما مجموعه 1995 ثانية. واضحة؟ رقم كبير شوي، أكيد كبير. يعني أنت بتجوز تحكي كيف أخرتهم 1995 ثانية؟ 1995 ثانية كيف بطلع بالدقائق هذول؟ 33 دقيقة وربع. تمام؟ يعني الدراسة هاي أو المثال هون بحكي لك إنه في ربع ساعة الإشارة الضوئية، الإشارة الضوئية أخرت الناس والمركبات 33 دقيقة. تسأل حالك كيف من كل فترة الدراسة ربع ساعة كيف أخرتهم 33 دقيقة؟ مجموع التأخير، مجموع التأخير. يعني هلأ أنتم مثلاً هاي في المحاضرة معنا 15 واحد، إذا أنا أخرتكم دقيقة بيطلع هذا الرقم عندكم 15 دقيقة، عددكم في التأخير لكل واحد 15 شخص في دقيقة 15 دقيقة. هيك مبدأ الدراسة التوتال ديلي. تمام، هلا هذول بكون في هاي العمليه هون الاربع جداول الاربع اعمده هذا اللي في الجدول اللي هي التوتال نمبر اوف فيكلز ستوبد ان ذا ابروتش ات تايم، بسجلهم شخص واحد. الشخص الثاني شو مهمته؟ حكينا تايمر كل 15 ثانيه بنبهك 0 15 30 45 60 برد بحكي لك 15 وهكذا بضل نبهك كل 15 ثانيه. الشخص الثالث شو بده يعمل؟ الشخص الثالث بده يحكي لك كم عدد المركبات المختلفة. هلأ ركزوا هون شوي، عدد المركبات المختلفة اللي وقفت على الإشارة الضوئية في كل دقيقة. يعني الشخص الثالث بيشتغل في العمودين اللي هون، بسجل لك في كل دقيقة كم مركبة مختلفة وقفت على إشارة ضوئية حمراء وكم مركبة مختلفة أجت في هاي الدقيقة ولكت الإشارة الضوئية فاتحة وطلعت. يعني نرجع شوي على هذا لأنه في توضيح للإشارة الضوئية. هون ثلاث مركبات، خمسة سبعة تسعة، منيح؟ برأيكم كم مركبة مختلفة وقفن هون؟ انسوا الرقم القديم، يعني هاي اشطبوها الدقيقة الأولى. هذول الثلاثة شوفوا الإشارة الضوئية هم نفسهم اندمجوا في الخمسة، مزبوط؟
فتحت الإشارة، فتحت الإشارة هون. الخمسة احتمال قوي أكيد طلعوا. هذا كمان سبعة لما تسكرت صاروا تسعة. كم مركبة مختلفة عنا؟ أربعة عشر، 100%، 14 مركبة مختلفة. ليش؟ هون ثلاثة، ركزوا على الإشارة الضوئية كيف؟ زادوا صاروا خمسة، هذا كمان اثنين صاروا خمسة، فتحت الإشارة، طلعوا الخمسة، سكرت الإشارة، هذا كمان سبعة، جداد هذول السبعة، سبعة وخمسة 12، زادوا كمان اثنين 14. هلا هذا الحالة شبه أكيدة، بس في احتمال ثاني، في احتمال ثاني، ثالث ورابع وخامس، في احتمال إنه هذول الثلاث كانوا واقفين، إذا كمان اثنين صاروا خمسة، فتحت الإشارة الضوئية، الخمسة هذول ما طلعوش، ما طلعوش بسبب إنه الوقت غير كافي مثلاً، تخيلوا، خمس مركبات هذول، فتحت لهم الإشارة، رد انحجز منهم، ركزوا معي، انحجز منهم هون كمان اثنين، يعني هذول السبعة نعتبرهم في اثنين منهم من الخمسة، فوقتها بصير الرقم شو؟ بصير 12، مزبوط ولا لا؟ عشان هيك حطوا لك شخص ثاني يعدل لك، مش انك تحسبهم من هون. هاي اول معلومه. المعلومه الثانيه، هذا الحكي احنا قاعدين بنطلعه، او هاي زميلتكم انغام حكت لي 14 لانها هي شايفه الاشاره الضوئيه كيف اشتغلت، بس انت في الواقع هذا الاحمر والاخضر بتمشي معك، يعني انت بتشوفه في الموقع بس ما بتشوفوش في المكتب، انت مضطر انه يكون عندك شخص ثاني يسجل لك هذا الرقم ليراقب كل دقيقه. مسكر الإشارة ببلش عد، هاي والله سيارة اثنتين ثلاث أربعة خمسة ستة، بحط عنده على جانب ستة، فتحت الإشارة الضوئية، بتذكر إنه الستة هذول أو بدي أركز فيهم، هل طلعوا جميعهم لما فتحت الإشارة الضوئية ولا في منهم حدا رد انحجز؟ إذا حدا رد انحجز بده يحط عليه إشارة عشان يتذكر. رد انحجزت كمان ثلاث والستة طلعوا، هاي تسعة، بيجي بسجل لك مثلا تسعة على سبيل المثال. واضحة؟ يعني لو هذا الرقم كان تسعة، لو زميلك الثاني كتب هون تسعة، شو بتفهموا انتو؟ انه لما فتحت الإشارة الضوئية هون في حدا تحرك من المركبات هاي او طلع من الابروتش؟ شاركونا رجاء، مهمة يعني ودقيقة شوي الدراسة. يا شاهر، شاهر معنا؟ معك دكتور. شو رأيك لو تسجل هذا الرقم تسعة، شو بتفهم منه؟ طبعا هاي مش رح تكون معك، يعني هاي بنشوفها بالموقع، انا مش رح لكم عليها كتوضيح. انه جزء من السيارات مركن، اذا سجلنا تسعة في جزء منك ولا كلهم انحجزوا؟ لا كلهم، كلهم انحجزوا 100%. اذا زميلك اللي بعد معك سجل لك هون تسعة، انت ثلاثي زيدن صرن خمسة، زيدن صرن سبعة، زيدن صرن تسعة، هذا بقول لك في الدقيقة كلها اللي وقفوا تسعة، معناته أنا بفهم هون إنه ما حدا مرك، هم نفسهم ظلم ينحجزوا ينحجزوا ينحجزوا، فتحت الإشارة ما حدا مرك، طبعا الحالة مستحيل تصير بجوز، صعب تصير، فالرقم المنطقي هون مثلا يكون 14، 14 بفهم من هنا، هذول تسع مركبات مختلفة، كونن سبعة، زيدن اثنتين صرن تسعة، كان عندي هون خمسة، معناته الإشارة فتحت، الإشارة فتحت ما بين هون وهون. واضحة؟ هلا بسجل لك الرقم الثاني كمان، الرقم الثاني لما بتفتح الاشاره، هذا الشخص مهمته لما بتفتح الاشاره يمروا هذول اللي كانوا محجوزين، اكيد بدهم يمروا في الاول، بصير يراقب هل في مركبات عمالها تيجي من وراء من اخر الابروتش بتتحرك وبتطلع مباشره بدون ما توقف وقوف كامل او وقوف تام، يعني واحد شوفير تاكسي مثلا نازل لسه قبل ما يوصل الابروتش فتحت الاشاره الضوئيه وصارت جرين، اللي واقفين عليها مشوا وهو مشى معهم، مشى معهم، هذا قديش تأخير اللي حكينا اللي بضل ماشي؟ صفر. فبسجل لك اياه، بسجل لك واحد. شو يعني واحد؟ انه في 14 مركبه وقف على اشاره ضوئيه حمراء، واحد ما وقفش نهائيا. بهاي الاليه هيك كل دقيقه بده يسجل لك كم عدد المركبات المتوقفه والغير متوقفه. متوقفه عرض لاشاره ضوئيه حمراء، هاي نحطها بالاحمر. غير متوقفه لك الاشاره خضراء، دبه ميسره وضل ماشي. هلا ليش حسبنا متوقفه وغير متوقفه؟ على اساس نحسب الرقمين اللي حكينا عنهم قبل شوي، اللي هي الافرج، الافرج للستوبد فيكلز والافرج للستوبد والنوت ستوبد. فبنيجي بنحكي عندنا التوتال ديلي
اللي هو مجموعهن 133 تكرار او 133 مركبه 15 ثانيه 1995 فيكل دوت سكند، هذا بنسميه التوتال ديلي، مجموع التاخير. هلا الافرج ديلي، الافرج ديلي بير ستوبد فيكل، معدل التاخير لكل مركبه وقفت، معدل التاخير للمركبات هاي هيهن 79، قديش المجموع اللي هو 1995 على 79 بيطلع 25 ربع ثانية. كل مركبة من المركبات اللي وقفت على إشارة ضوئية حمراء معدل التأخير عندها 25 ثانية. الرقم الثالث اللي بنحسبه اللي هو الأفريج ديلي بير أبروتش فيكل، الأفريج ديلي بير أبروتش فيكل يساوي توتال ديلي اللي هو الرقم هذا مقسوم على عدد المركبات اللي وقفت واللي ما وقفت، يعني بجمع لك 79 زائد 44 اللي هن مجموعها 123، هيو ركزوا، قسم 1995 تقسيم 123 مركبة بيطلع 16.23 ثانية، يعني معدل التأخير لكل المركبات سواء وقف ولا ما وقف 16 ثانية، معدل التأخير للمركبات اللي وقفت 25 ثانية. الناس اللي وقفت بحسوا في هذا الرقم، ديروا بالكم أكثر لأنه هو وقف فعلياً. الناس اللي ما وقفت كان التأخير عندها صفر، لما أخذناها بعين الاعتبار نزل الرقم صار عندي 16 في المعدل. واضحة آلية الحساب وآلية الدراسة. هلأ نسبة المركبات المتوقفة، كم نسبة المركبات اللي توقف على إشارة ضوئية حمراء؟ يعني كل 100 سيارة بمرين من هذا الأبروتش كم سيارة منهن بتلقطها الإشارة الحمراء؟ من الآخر يعني بوقف على إشارة حمراء هيهن 64%، يعني كل 100 سيارة 64 منهن بوقفهن أو بتعرضهن للإشارة الضوئية الحمراء. طبعا كل ما زادت البيرسنت اوف فيكلز ستوب يعني بيكون الوضع اسوء، ديروا بالكم كل ما كانت اكبر نسبه المركبات المتوقفه بيكون الوضع بالنسبه لهذا التقاطع اسوء، يعني انه اذا لقيت 80% ولا 70% ولا 90% من المركبات توقف على اشاره ضوئيه حمراء غالبا بيكون هذا التقاطع عليه اشكاليه انه مزدحم او مستوى خدماتيته قليل او الدلاء عالي عليه. واضحه؟ طيب بس السؤال اللي مسألتهوش انه انا شو بدي استفيد من الديلي، يعني حسبت الديلي هذا الرقم شو بيعنيني، يعني عرفنا انه كل مركبة بتمر من هذا الابروتش اذا وقفت على الإشارة الضوئية الحمراء فهي معدل التأخير عندها 25 ثانية، واذا ما وقفت او وقفت وما وقفت يعني المعدل اللي هي 16 ثانية. هل هذا الرقم بقدر استفيد منه اشي برأيكم؟ كل ما زاد الديلي او الديلي او الافريج ديلي على التقاطع بيكون التقاطع احسن ولا اسوأ؟ اسوأ كل ما زاد الديلي. أسوأ 100%، كل ما ارتفعت قيمة الديلي بيكون تقاطع الوضع المروري عليه أسوأ. فأهم شغلة تقدر تتنبأ فيها وتطلعها فعليا من الديلي، يعني الديلي عامل مهم بتحكم على التقاطعات والشبكة المرورية من خلاله. واضحة الفكرة؟ الديلي قيمة التأخير بتحكم على الشبكة المرورية من هذا الرقم منيح. أنت كل ما كانت قيمة الديلي عالية كل ما أنا بعرف أنه الشبكة المرورية عندي أو التقاطع اللي أنا بشتغل عليه سيء، في ازدحام وفي مشاكل، تمام؟ فعملوا لك جدول هيو انه بتحسب ليفل اوف سيرفيس، اخذتوا ليفل اوف سيرفيس في الماده اللي هو مستوى الخدماتيه بنسميه، يعني اذا مش ماخذينه بدك تعتبر انه انا بعطي ريت او مارك للتقاطع حسب قديش هو بقدم خدمه للمركبات من A الى F، A هي البيست و F هي الورست اسوأ حاله، تمام؟ اذا كان قيمه الديلي طبعا هاي للسيجنالايزد انترسكشنز ركزوا فيها للتقاطعات اللي عليها اشاره ضوئيه، اذا كان معدل التاخير اقل من 10 ثواني للمركبه فالتقاطع يصنف انه ليفل اوف سيرفيس له A ممتاز جدا، من 10 الى 20 ثانيه قيمه التاخير او معدل التاخير B، من 20 الى 35 ثانيه C، من 35 الى 55 ثانيه D، يعني زي اللي جايب 60 في الماده، من 55 الى 80 E. اوكي طلع يعني من 55 إلى 80 ثانية، تخيل حالك أنت في المعدل كل مركبة بتمر على هذا التقاطع تتأخر بالمعدل 70 ثانية، كثير والله دقيقة وشوي. إيه أكثر من 80 ثانية، أكثر من 80 ثانية إف، طبعاً إيه وإف فيلير، يعني إيه وإف إنه التوصيات بتكون إنه بدها حل طارئ، هاي التقاطع اللي أنت بتشتغل عليه إذا طلع إيه أو إف إنه في مشكلة مرورية كبيرة ولازم تعالجها بطريقة ما، تزيد عدد المساري، بتغير توقيت الإشارة الضوئية، ممكن احيانا بيكون في صراحه سوء في توقيت الاشاره الضوئيه، يعني العمليه تحتاج بس لاعاده برمجتها انه بدل ما هي تفتح 10 ثواني بتسبب لي تاخير عالي تفتح 20 ثانيه بتقلل قيمه التاخير مباشره على هذا الابروتش، تمام؟ يعني بيكون في سوء توزيع بنسميه سوء توزيع في الاشاره الضوئيه، بتفتح لابروتش كثير وبتفتح لابروتش
قليل. الابروتش الكثير بتلاقيه الليفل اوف سيرفيس عنده A اللي بتفتح له كثير، والابروتش اللي بتفتح له قليل بتلاقي الليفل اوف سيرفيس عنده F. لا برد باخذ من الابروتش الليفل اوف سيرفيس له A، بعطي الابروتش الليفل اوف سيرفيس له F، بخليهم الاثنين C او B، هيك عادل بصير الوضع ومقبول بالنسبه لكل الابروتشز. واضحه؟ فيعني التاخير مهم في التقييم للشبكات المروريه للتقاطعات لللينكس، قيمه التاخير او معدل التاخير لكل مركبه مهم جدا، عامل مهم جدا دائما يعني يؤخذ في عين الاعتبار وبتم معالجه الوضع حسب قيمه التاخير. المهم فهمتوا كيف اليه العد العملي؟ يعني هذا الشخص هنا الشخص الاول كل 15 ثانيه بيسجل رقم، بيسجل كل 15 ثانيه رقم. الرقم الاول بيمثل عدد المركبات اللي تاخرت في الجزء الاول من الدقيقه، عدد المركبات اللي تاخرت في الجزء الثاني من الدقيقه، الجزء الثالث والجزء الرابع. اذا اجى الجزء او ال15 ثانيه او الربع تبع الدقيقه كامل جرين زي هاي الحاله توتال جرين من اوله لاخره اخضر، هي زي الدقيقه الثانيه ناخذها على جنب. زي هذا الربع هي الربع الثاني بتسجل صفر ولا تطلع الشخص اللي بيشتغل هون صفر لانه ما اخر حدا. ربع اجى جزء احمر جزء اخضر بتسجل عدد المركبات المتوقفه على نهايه الاحمر ببساطه على اساس اختصر عليكم. يعني هذا الجزء هي جزء منه احمر جزء اخضر بسجل هون على نهايه الاحمر، هذا الجزء شوي اخضر معظمه احمر بسجل على نهايه الاحمر دائما على نهايه الاحمر. هون نص احمر نص اخضر بسجل على نهايه الاحمر. كم مركبه كان واقف عندي هون قبل ما تفتح الاشاره؟ كم مركبه كان واقف عندي هون قبل ما ينتهي الربع؟ كم مركبه كان واقف عندي هون قبل ما تفتح الاشاره؟ واضحه؟ الدقيقه الاولى هاي مثلا هون نهايه الربع، هون نهايه الاحمر، نهايه الربع، نهايه الاحمر، احمر والربع. واضحه الفكره؟ فانت بتسجل اربع ارقام اما على نهايه الربع او على نهايه الاحمر اذا كان الربع في اخضر وفي احمر من حيث الاشاره الضوئيه. فيعني مطلوب منك بدك تكون تراقب الاشاره الضوئيه. طبعا ما بيلزمش تراقب الاشاره الضوئيه وتطلع فيها لانه مباشره مجرد ما فتحت الاشاره الضوئيه المركبات بلشت تتحرك، فانت تلقائيا تفهم انه ايش جرين. يعني ما بيلزمش انك تراقب الاشاره الضوئيه، مثل ما حكيت لكم الاشاره الضوئيه مجرد ما تفتح المركبات بتبلش تتحرك انت تفهم انه فتحت جرين بطلت ترد. يعني الشخص الثاني كل دقيقة براقب هالابروتش او الحركة اللي بتشتغلوا عليها، مثلا بنعد على الرايت والله بسجل للرايت كم مركبة مختلفة، بكررش هذا الزلمة اللي هون، كم مركبة مختلفة وقفت على الإشارة الضوئية وكم مركبة مختلفة اجت وركت الإشارة الضوئية فاتحة وظلت ماشية. بس بصنف يعني كأنه بعد انترسكشن وبصنف ستوب ونوت ستوب، هو بعد انترسكشن بصنف ستوب ونوت ستوب كل دقيقة. هاي مهمته. يعني في الدقيقة مثلا بمر 20 مركبة، كم واحدة منهم وقفت على إشارة ضوئية حمراء، كم واحدة ما وقفت على إشارة ضوئية الحمراء. الشخص الثالث هو تايمر، يعني منبه لهم انه كل 15 ثانية بده ينبههم انه والله خلصت ال 15 خلصت ال 15 خلصت ال 15. في عليها أسئلة دراسة التأخير أو الديلي ستدي؟ طبعا مثل ما حكينا هاي سبيشال كيس، يعني أو دراسة خاصة في التقاطعات اللي عليها إشارة ضوئية وبتحسب انت من خلالها فقط الستوب تايم ديلي. محمد قبل شوي محمد علي سالتني يا محمد انه انا كيف ممكن احسب التاخير الكامل زي ما حكينا في بدايه المحاضره، حكينا اه دكتور حكيت لي في تاخير كيف بدي اقارنه في الوقت المثالي. كيف هلا مثلا بدي احسب التاخير من عند الاكاديميه للدوار؟ مثلا افرض بدي احسب التاخير من الاكاديميه للدوار، بامكانك تعمل شغله انك انت تسجل مثلا مركبات مشت من هون عند الأكاديمية على سبيل المثال العمومي، مبين رايح على مجمع التجارة على الدوار، بتسجل مثلا نمرة السيارة لما تحركت من عند الأكاديمية، هاي طريقة، مع الوقت اللي طلعت فيه، طلعت والله الساعة 2:57 و10 ثواني، بكون مثلا لك زميل هناك بسجل النمرة والوقت لما توصل هناك، فرق التوقيت ما بين الوقت اللي عندك والوقت لما وصلت البلد، هذا هو الـ actual travel time، الوقت الحقيقي، تمام؟ مثلا 7 دقائق ولا 10 دقائق. فعليا انت عارف ان المسافه بين هاي النقطه وهاي النقطه بدها 3 دقائق حسب المسافه والزمن، التاخير 4 دقائق. هاي حاله. الحاله الثانيه انك انت بتطلع في مركبه خاصه، يعني بتجيب سياره بتركب فيها وبتمشي مع الترافيك ستريم، يعني كيف ماشيين هالناس بشارع الاكاديميه وشارع رفيديا بتمشي معهم،
معدل سرعة السير، جزء أخذتوها الموفينج فيكل تكنيك، بتمشي معهم من الأكاديمية وتوصل مثلا الدوار، هاي المنطقة اللي بدك تشتغل عليها، بتشوف كداش أخذت معي وقت، والله ربع ساعة بسجل 15 دقيقة، ممكن أنك تكون بهاي العملية أكثر من مرة، مرتين ثلاث أربعة خمس مرات، تأخذ معدل الرحلات اللي أنت عملتها، بتلاقي إنه فعليا طلع معي معدل الرحلة 14 دقيقة بده الأكتوال ترابل تايم. بتروح تحكي طب أنا المسافة اللي مشيتها كداش 3 كيلومتر، جوا المدينة مسموح لي 50، يا سيدي مش 50 40، بدنا نحكي إنه في شوية ظروف تأخيرية ولا جيومتريك تسمح لكش توصل 50 40 40 كيلومتر في الساعة، طب 3 كيلومتر كداش بدهن؟ هاي السؤال، 3 كيلو تقسيم 40 كيلو بدك هالكدة من الساعة ضرب 60 دقيقة 4 دقائق ونص، بس هي فعليا أخذت معك رحلات 14، فالفرق ما بين التوقيت 4.5 ناقص 14 عندك 9.5 دقيقة تأخير. واضحة الفكرة؟ وصلت يا إخوان. إذا بدي أحسب توتال ديلي لكل شيء، الأوبريشنال والفيكس تايم والمطبات والستوب تايم، كل نوع من الديلي ممكن يخطر في بالك، هيك بدخل في الحساب إنه أنا بعمل رحلات حقيقية، بسجل معدل الوقت اللازم لهذه الرحلات، طبعا في وقت البيك عم نحكي، في وقت الأزمة هذا ديروا بالكم، والوقت المثالي إما بتطلع من خلال المسافة والسرعة المسموحة، أو تطلع تعمل رحلة في الوقت المثالي برضو. وين أنت الوقت المثالي مثلا؟ وين أنت برأيكم الوقت المثالي إن أنا أعمل رحلة وأطلع الوقت المثالي؟ عادي بإمكانك تطلع الساعة 2 في الليل مثلا، فيش حدا، تعمل الرحلة نفسها تشوف كم دقيقة استغرقت معي، 5 دقائق، طب ما هي فعليا في وقت الدور ويك عدت 14، فرق ما بينهم اللي هو 9 دقائق هو التأخير الكامل. بس بشرط انتبهوا لشغلة، المثالي أو الوقت المثالي هو الذي يحسب على السبيد ليميت، ما تتجاوزهاش يعني، مش إذا الشوارع فاضية تمشي ل 100 وتقول لك عدنا دقيقتين، لا، الأصل إنك تمشي على السبيد ليميت. هاي هي الديلي. هلا نروح للدراسة الثانية اللي هي الانفنتوري، بسيطة وسريعة إن شاء الله، 10 دقائق ربع ساعة بننهيها، اللي هي هذا نموذج الديلي. طبعا هذا النموذج اللي مستر عليه دراسة الديلي، انترسكشن ديلي ستدي، الموقع، الابروتش، الويذر، سيتي، لاحظين الموفمنت حاطه لك، لانه كل فعليا كل حركه لها تاخير يختلف عن الاخر، ستدي نمبر، الكانتري، ديت، اوبزرفر، التايم، مينت ستارتنج ات، يعني بدنا نعد على الساعه 2 مثلا، 2 2 دقيقه 2 دقيقتين وهكذا، كل دقيقه مقسمه لاربع ارباع. هون عندي نمبر ستوب نمبر نوت ستوب، هاي اللي بعدها الشخص الثاني، هون بتجمع تحت وبتحسب الحسابات زي ما شرحنا قبل شوي. هلا الفيلد انفنتوري ستدي او الفيلد انفنتوري فورم هي فعليا الدراسه الاستكشافيه بنسميها. هلا هاي الدراسه هدفها انك انت تجمع معلومات، الدراسه الاستكشافيه هدفها انك تجمع معلومات عن موقع متعلق في شبكه الطرق والمواصلات، يعني او احد مرافق الطرق والمواصلات. على سبيل المثال تيجي تحكي عن شارع لينك مثلا محدد، بدك تعمل له انفنتوري، فانت مطلوب منك تجمع معلومات عن هذا اللينك، كم مسرب فيه في كل اتجاه، هل في جزيره هذا اللينك ولا ما فيش فيه، اوكي، في ارصفه للمشاه مثلا، لا ما فيش فيه، طب اذا في ارصفه كم عرض الرصيف، اذا في جزيره كم عرض هاي الجزيره، الاناره الليليه في هذا اللينك ايش وضعها، التصريف ميه السطح او التصريف السطحي شو وضعه، شو تقييمي له، تمام. فانت بتجمع معلومات تقريبا عن الشغلات الثابته في الموقع، مش عن الترافيك، ملهاش علاقة في الترافيك نهائيا، يعني ما بهمكش في الانفنتوري انه بتحرك في الشارع عماله 1000 مركبة ولا 100 مركبة، بالعكس يفضل انك تعملها هو الطريق مالها فاضية على اساس تعرف تقيم صح، يعني احد البنود هو بتعلق في نوع الطريق او نوع سطح الطريق، هل هو اسفلت ولا كونكريت ولا ديرت رود، بيسألك اذا انه اسفلت شو وضعه، منيح ولا معتدل ولا سيء، فهي يعني دراسة تهدف الى انك كأنك تأخذ صورة كاملة عن التقاطع أو عن الشارع اللي تشتغل فيه، صورة كاملة عن كل مكوناته. هلأ نمشي عليها شوي شوي ومنشرحها إن شاء الله. طبعاً بإمكانك تعمل إنفنتوري لأي شيء بخطر في بالك، يعني مثلاً جسر مشاة أو نفق مشاة أو جسر مركبات عادي، بريدج أو تانيل، أي شيء له علاقة في مرافق الطرق والمواصلات بإمكانك تعمل له إنفنتوري. النموذج اللي هون مش ملزم لإلك ولا لإلي، بإمكانك إنك تخفف منه أو تزيد عليه، يعني بجوز تلاقي فيه معلومات ما بتلزمكش في دراستك اللي بتعمل فيها، بجوز تلاقي في معلومات بتلزمك في دراستك اللي بتعمل فيها مش مذكوره في هذا النموذج. فالنموذج هو عباره عن مثال، يعني هذا النموذج
كويس ومرتب ومنيح، ولكن بضل انه نموذج بجوز يمشي معي في الدراسه اللي انا مفكر فيها، وبجوز ما يمشيش معي. اذا ما بيمشي معك او ناقص في شيء عادي تستكمل عليه، اذا حسيت انه في شيء زياده ما بلزمنيش بامكانك تشطبه. واضح الفكره؟ هذا نموذج على دراسه انفنتوري، وليست هو النموذج الوحيد او الملزم انك تستخدمه. وصلت؟ الهدف من دراسه الانفنتوري انك تاخذ صوره عن كل الوضع في الشيء اللي تشتغل فيه، سواء انترسكشن او لينك او اي شيء اخر، تنل بريدج مثل ما حكينا. كامله تقدر انك تلخص الوضع لاي حدا يقراها. هلا هون مثلا هذا النموذج نمر عليه، كاتب لك التاريخ، المحافظه، المدينه، الموقع. السكشن تايب، السكشن تايب، هل انت بتشتغل على ميد بلوك ولا على انترسكشن؟ هل دراستك بتنفذها على ميد بلوك اللي هو اللينك، يعني تشتغل على لينك ولا على انترسكشن؟ صح، بس بدك تحط صح، هيك هيك مبدا النموذج. اذا انت بتشتغل على انترسكشن، شو عدد الابروتشز او الليجز في هذا الانترسكشن؟ هل هو ثلاثي، رباعي ولا مالتي؟ ممكن يكون راوند اباوت مثلا، تحط مثلا اربعه راوند اباوت او خمسه راوند اباوت. البيفمنت ماركينجز او اللي هي دهانات الاسفلت او تخطيط الاسفلت، دهانات، هل هي جود كونديشن بور ولا دوز نوت اكزيست؟ هل الدهانات هاي اللي تفصل بين المسارب وبتحدد للكتف اصفر وابيض، دهانات ممرات المشاة مثلا او الكروس ووك بينتنج، هل هي جود انت شايف هالدهان جديد ومرتب وواضح، ولا بور ضعيفه، ولا مش مبينه ممسوحه؟ اوكي. الرود واي، كل ابروتش في التقاطع، اذا كنت تشتغل على التقاطع بسالك هل هو ديفايدد ولا انديفايدد؟ اذا ديفايدد يعني في جزيره، اذا انديفايدد ما فيش جزيره. اذا كان ديفايدد وفي جزيره، هل في ميديان اوبننجز اللي هي الفتحات اللي في الجزيره مثلا تخصص لليوتيرن؟ تعرفوا هالميديان اوبننج؟ زي اللي بمر الجامعه بيفهموا منها تسكت برجعوا. زي هيك يعني، هاي الصورة الضحية. يعني هاي الشارع هذا تو لينز في كل اتجاه، في عندنا هون ميديان اوبننج، هاي ميديان اوبننج هدفها او زي هون انك تعمل ايش؟ يو تيرن. يو تيرن او مرات توصلك لكزية لشغلة، يعني بشكل عام هل في ميديان اوبننج ولا لا؟ هاي المقصود في السؤال. زي اللي برا الجامعة اللي عديت عليها على اللينك اللي متذكرينها، هي ميديان اوبننج تعتبر هاي. اسمح لك في يو تيرن. عدد المسارب في كل ابروتش، هاو ماني لينز؟ طبعا هون بسالك عدد المسارب في الابروتش كامل، يعني في الاتجاهين، ديروا بالكم مش في اتجاه واحد اللي هو داخل التقاطع، لا في اتجاهين، كم عدد اللينز في كل ابروتش؟ رايح وجاي، مثلا اثنين اثنين بتحط اربعه لينز. الهورزنتال الاينمنت، المسار الافقي للطرق، هل هو ستريت ولا كيرف؟ يعني لو فتحنا على صوره مثلا في شارع تونس، تقاطع شارع تونس اللي عند هاي البنك العربي هون، هاي ايش عندنا هون؟ كنيسه، بتعرفوا اكيد هذا شارع تونس، هذا هو شارع تونس. هون هاي الجيوغرافيك نورث محطوط لفوق النورث، تمام؟ هذا نورث ابروتش، هذا ايش؟ ساوث ابروتش، ايست ابروتش، ويست ابروتش. بسألك النورث ساوث، نورث ساوث ستريت هيو، او نورث ساوث رود، هل هو ستريت ولا كيرفد؟ هون كيرفد، في كيرفتشر، بتحط ايش؟ كيرفتشر او كيرف، تمام؟ الايست ويست مثلا ستريت هيو، شارع واحد كامل مستقيم، هذا لا مش مستقيم، في كيرفتشر في الهوريزونتال بلان، فهي الفرقية بينهم، تحط كيرف او ستريت. في الفيرتيكال، في البروفايل او في المناسيب، هل الشارع النورث ساوث هذا في ميول ولا ولا ليفل؟ اذا في ميول سواء هذا او كليهما، بدك تحط ايش؟ انه جريدينت بنسميه، فيميل او ليفل، ليفل يعني ما معناه ليفل، مستوى تقريبا بجوز ميل 1% 2% مش اكثر. شولدر، كل ابروتش هل عليه شولدر؟ ما عليهوش. واذا كان عليه ايش الويدث له في المتر؟ سايد ووك، ممر مش رصيف مشاة، رصيف مشاة، كل ابروتش هل عليه شولدر؟ ما عليهوش. واذا كان عليه شو الويدث له؟ امشي. واضحات هذول. درينج فاسيلتيز،
اللي هي يعني الشغلات المخصصه لتصريف المي، سواء مناهل او كرب قطر ولا جريل ولا لاخره، يعني المصارف هاي زي هيك تشوفون كثير. مصارف المخصصه او مصائد المطر بنسميها بالعربي احنا، زي هيك لما تشوفون بالشوارع احيانا بتكون المنهل نفسه دائري وعليه شبك زي هيك مصيده. بشكل عام احيانا ما بيكونش موجود، ولكن بيكون التصريف جود، يعني احيانا كثير ما بتشوف انت المصائد المطر هاي او الجريلز، وبكون التصريف كويس من خلال الميول الطريه والعرضيه، والله الشارع ميله الطولي منيح وميله العرضي او الجانبي منيح، بكون التصريف فعليا في جود مش بور. يعني انت شو تقييمك للدرينج؟ شو تقييمك لتصريف ميه المطر في الشارع او في المنطقه او التقاطع اللي انت بتشتغل فيه؟ هل هو جود بور ولا دزنت اكزيست؟ هل المي بتبرك ومشاكل بصير مثلا؟ السيرفيس تايب، السيرفيس طيب السطح، هل هو اسفلت كونكريت جرابل يعني بيس كورس ممكن تعتبرها هون او مش حصمه بيس كورس هي الاصح، ديرت طريق ترابي مفتوح وبس مش حاطين فيه ولا اي ماتيريال بدك تحط صح. الرفنس طبعا الرفنس بتختص بس اسفلت كونكريت، ديروا بالكم يعني البيس كورس اكيد هو رف يعتبر، اذا كان اسفلت او كونكريت هل هو رف ولا سموث خشن ولا ناعم؟ طبعا بتسال حالك انه الاسفلت ممكن يكون خشن، عادي السطح بيكون خشن قديم شوي مزعج يعني رف. السيرفيس ديفكتس عيوب السطح، هلا هذول العيوب هون مختصات نوعا ما في الاسفلت، يعني عيوب الاسفلت يعني الاصح نحطها مش السيرفيس ديفكتس، اسفلت ديفكتس. الراتنج لما بيجي بحكي لك الاسفلت فيه راتنج تمام، ما معناه فيه هبوط بشكل طولي، هبوط بشكل طولي على شكل اللين هيو، يعني الاسفلت خليكم صور له راتنج. زي هيك تمام، هون بكون المصرف اللي هيك ماشي المركبات في هبوط، عندي في هبوط بشكل طولي، لاحظوا هاي الصورة واضحة زي هيك، هذا الرتنج هبوط صح في تشققات في مشاكل كثير بهالبقعة، ولكن هيو مش سحبة واحدة، هون في عندي هبوط طولي، عادة هذا الهبوط بصير مكان ما بتمشي عجلات المركبات زي هيك بالضبط، هاي مصرب وهي مصرب، شوفوا كيف هي حاطين ميزان مية، هون في فراغ منيح تحتيه، هذا هو الرتنج بطوله. في النوع الثاني من الديفكتس اللي هو البوت هولز، البوت هولز هي حفر، حفر منيح، البوت هولز حفر اللي بتصير في الاسفلت او في الطرق زي هيك. النوع الثالث اللي هو الكروجيشن، الكروجيشن بسموها بالعربي طبطبه، بيجي بحكي لك الشارع مطبطب بال كيف مبدا الزينكو، هاي شايفينها كيف هيك طبطب مدرج بسموه زي هيك، يعني هون حادة هي شوي كثير فيها يعني مبالغ، يعني هي حقيقية بس مبالغ فيها مش بهاي الصورة بنشوفها احنا، شايفين كيف الصورة هون انه فعليا في زي تدرج او طبطبة في السطح الاسفل، طبعا هاي بتصير احيانا على مسافات اكبر، يعني القمة والقاع الفرق بين المسافة أكبر بنسميها القمة والقاع، زي إيش؟ شوفكم صورة أخف شوي حدتها، يعني هون في واضحة هيها بس مش كثير زي ما في الصورة الثانية هون، ها فيها هاي الصورة، اوكي هاي منيحة. ما بعرفش مميزينها ولا بس واضح ان فيها كروجيشن بس على مسافات طويلة، هون على مسافات قصيرة. وصلت الفكرة شو الكروجيشن؟ أهم شغلة تكونوا فهمتوها يعني. طبعا لها عدة أسباب يعني، لها عدة أسباب، هاي الصورة برضو فيها، إذا بتركزوا فيها شوي هون في المنطقة هاي فيها كروجيشن. اوكي نروح على اللي بعدها اللي هي البليدنج النزف، تتذكر في مواصلات راح حكينا لكم اذا بعد درجات حراره وصارت حراره الاسفلت تقريبا وصلت للستنج بوينت بصير عندي انا بليدنج للاسفلت، بصير البيتومن
كمان يطلع من الخلطة الأسفلتية في التراب بنزفت زي هيك. يعني هون هاي الخطوط اللي باللون الأسود أنتم شايفينها، هذا بكمان بيطلع من الأسفلت للسطح بفعل شغلتين، ارتفاع درجة الحرارة ومع حركة المركبات بشكل ضغط بصير يطلع لفوق أو يعصر من الشارع بالعرض، بصير يلتصق في عجال المركبات وحتى في أرجل المشاع أحيانا. يعني. طبعا بدها درجات حرارة عالية بصيرش عندنا في البلد هنا. الرافلينج، الرافلينج هي خروج حبيبات الأسفلت الناعمة، يعني خروج الفاينز ماتيريال من الأسفلت بفعل الفدم أو الاحتكاك الزائد بين العجال والسطح بصير الأسفلت خشن. شوفنا صورة منيحة. يعني هون شايفين هاي، هاي رابلينج، كلهم رابلينج هي بدنا بس مش واضح كثير فيهم. زي هون هون مثلا هاي الصورة شوفوا كيف فرق ما بين الأسفلت اللي في رابلينج واللي فيش في رابلينج، حط في رابلينج حط فيش في رابلينج. هون خارج الحبيبات الناعمة ظلت الحبيبات الكبيرة أو الخشنة. عندنا كمان ايش؟ nothing انه اذا جزء الاسفلت او يكون عادي جديد وكويس حتى عمره 5 سنين لسبع سنين يكون ممتاز لساته، ابرز مثلا في مشاكل مش مذكوره في النموذج مثل الكراكس، اسفلت كراكس على سبيل المثال التعطليه والمعروفيه. زي هيك مثلا هذا اسفلت كراك. اوكي هلا هذا بسموه الجيتر، هذا جلد التمساح، يعني هو كراكس بس هي خلص دخلت في مرحله سيئه جدا، يعني بسموها الجيتر كراك. جلد التمساح، كانت تشبه جلد التمساح. وهي الحاله السيئه جدا في الاسفلت خلص، يعني يكون انتهى، بعمل قطع هيك قويه بنفصل عن بعضها تماما. اوكي هلا نروح نكمل. ترافيك كنترول، شنو نوع الكنترول على التقاطع اللي انت تشتغل فيها؟ هو ستوب، اشارة كيف تمهل، ترافيك سيجنال، اشارة ضوئية، بوليس مان، شرطي، ولا نوع كنترول؟ فيش عليه اي نوع من الكنترول. ممكن يكون ايش؟ راوند اباوت، دوار، تكتب راوند اباوت. الباركينج ان ذا فيكينتي، هل في المنطقة اللي انت تشتغل فيها في باركينج، ليجل باركينج سواء اون ستريت ولا اوف ستريت؟ هل في المنطقة اللي انت تشتغل فيها في مرافق مخصصة للتحميل والتنزيل لودينج فاسيلتي سواء للركاب او للبضائع؟ يس ولا نو؟ استخدام المنطقة، هل هي كوميرشال تجارية، سكنية، ريسيدنشال، اندستريال صناعية، سكول زون، منطقة مدارس، ميكست، مشكلة والله فيها من كله، اذر ممكن تكون ميليتري ولا ايربورت اريا مثلا منطقة مطار ولا منطقة عسكرية الى اخره. استخدام المنطقة. النايت لايت كونديشننج، الانارة الليلية، انارة الطرق الليلية، هل هي جود فير ولا بورش؟ تقييمك لها. طبعا ممكن تكون تشتغل في النهار بدك تطلع على عمدان الكهرباء شو كثافه اللمبات عليها، هل في لمبات كثير في الشارع ولا والله كل عمودين حاطين واحده مثلا. سبيد ليميت، قديش سبيد ليميت لكل ابروتش؟ طبعا بالمدن معروف انها 50، يعني داخل انت داخل حدود المدينه او حرم المدينه سبيد ليميت ممنوع تتجاوز 50 كيلو متر بير اور، ممكن تكون اقل، ممكن يكون حاطين لك والله انه هذا الشارع 30 بدك تحط 30 بس لا تتجاوز ال 50. الرود سايد فيتشرز، هون بيسالك عن هذول الشغلات هل هي موجوده ولا مش موجوده؟ اذا موجوده بتحط صح على الابروتش اللي موجوده فيه، يعني اعمده البولز هل هي موجوده على الايست ابروتش؟ بحط ويست ابروتش بحط سواء اعمده اناره او اتصالات او الى اخره. روكس، صخور او قطع صخري او حجار كبيره على كل ابروتش اذا موجوده بحط. سايد سلوب، كات سلوب وفيل سلوب، قطع الجانبي اخذتهم بمواصلات واحد، اذا يعني في منطقه كات او فيل يكون عندي سلوب لإله. سايد سلوب اي ابروتش عليه بتحط صح عليه. تريز الاشجار، الابروتش اللي عليه شجار بتحط. سيفتي باريرز حواجز الحمايه او مصدات الحمايه اللي هن الميديان بارير هي اللي بسموها بالمثال نيو جيرسي ميديان بارير بسموها. اوكي هون بشكل عام ميديان بارير بشكل عام زي هيك مثلا نص الشارع او احيانا بيكون عندك نيو جيرسي ميديان بارير. اوكي نيو جيرسي ميديان بارير زي هاي.
أو مواصلات واحد يكون في نص الطريق زي هون، أو جارد ريل، أي نوع من أنواع البريرز إذا موجود بتحط على البروت اللي موجود فيه الجارد ريل، الحمايات الجانبية، الدرابزينات المعدنية. أضرار أي شغلة ثانية لفتت انتباهك ولا أنت بتحب تحطها بتتعلق في دراستك ممكن تحطها، أي شغلة إضافية. هلا هون بسألك آخر سؤالين، الفيزابيليتي أوف ترافيك كنترول ديفايسز، الإشارة الضوئية أو الستوب ساين ولا اليلد ساين اللي عند خط المقاطعة، يعني هو بسألك هون سواء سيجنالز ولا ساينز، هل الرؤية تبعتهن واضحات ومرتبات وجداد ومبينات جود ولا فير نص عمر ولا بور والله مش مبينات مهتريات مثلا مش واضح الستوب من اليلد والإشارة الضوئية بتكون ضوي أحمر فكروها أخضر مثلا لأنها قديمة، بدك تقيمها يعني، أو نازل عليها شجرة أحيانا بتكون في شجرة فوق الإشارة الضوئية جذوع الشجرة نازلة عليها ومغطي عليها مثلا منيحة بس الرؤية بور مثلا. السايد ديستانس اللي هي مثلثات الرؤية على التقاطعات، هل هي كبيتة ولا لا؟ يعني هون أخذت هاي الكيسز في المادة صح؟ إنه مثلث الرؤية بنسميه، هل مثلث الرؤية إنك تشوف أفيلابل ولا لا؟ كل أبروتش بيسألك النورث إيست ويست ساوث جود منيح فير معتدل ولا بور؟ مثلا والله كل كل المثلثات مباني هون مثلا كلها مباني مسكرة وفيش مسافات رؤية كافية حسب العلم، يعني زي هون مثلا ها في مباني ولكن هل المثلث متحقق ولا مش متحقق؟ هو متحقق على سبيل المثال، إذا كان هذا المبنى هون هذا المبنى لو جبناه هون حطيناه بتصير المثلث مغلق مش مكشوف فبتصير عندك الرؤية مثلا بور. هاي هي نموذج الانفنتوري، يعني مثل ما انتم ملاحظين هدفها انها بتسألك عن شغلات معروفة وعارفينها انا وياكم كلها بسيطة، ولكن هي عملية تقييم للأشياء الموجودة في التقاطع او في الشارع عندي جود فير بور معظمها، يعني عملية تقييم جمع معلومات عن الأشياء الثابتة في الموقع. حد عنده أسئلة؟ حد عنده أسئلة يا إخوان؟ تمام. لا دكتور. هيك انهينا احنا ان شاء الله الشرح، هلا الاسبوع الجاي واللي بعده عملي، يعني راح ننفذ عملي من الدراسات اللي اخذناهن ونكون انهينا ان شاء الله، بضل عندكم اللي هو المشروع امتحان الفاينل، المشروع نحكي فيه لاحقا مش خلاف، يعني غالبا يكون على شكل بحث او هيك مشروع بسيط، يعني مش راح يكون بده وقت ولا جهد منكم ان شاء الله. بس الله يسعدكم، بعثوا لي حضور وغياب على الشات ويعطيكم العافيه.